في تفاعلات مشتقات الكربوكسيليك اسيد، احنا قلنا الدريفتس الكربوكسيليك اسيد في اول محاضره قلنا فيها الالديهيد والكيتوز، قلنا هي عباره عن الاسكولورايد والانهيدرايد والاستر، طبعا دول كلهم اللي فيهم الاو. قلنا ساعتها في المحاضره دي انا فاكره كويس قوي قلنا ان الكربوكسيليك اسيد والانهيدرايد والاستر فيهم الاسايل جروب اللي هي الار كربونيل متصله باو، او عليها انشورد بير، الانهيدرايد والاستر والكربوكسيليك اسيد. طيب قلنا عندي كمان ايه تاني جروب تكون عليها الكترونيجاتيف اتوم عليها انشورد بير؟ اس سي ال، ده اللي موجود عندنا في الاسكولورايد، طيب عندي ايه كمان؟ عندي الان، اللي موجوده في الامايد سواء كانت برايمري او سكندري او تيرشري، المهم الان اللي عندي عليها انشورد بير، وبالتالي ده الكلاس الاخير اللي هو عباره عن كلاس الامايد. فاحنا دلوقتي هنتكلم على مشتقات الكربوكسيليك اسيد، الانهيدرايد والاستر. احنا اتكلمنا سابقا عن الكربوكسيليك اسيد اتسلف، هنتكلم دلوقتي على الانهيدرايد والاستر، وهنتكلم عن الاسكولورايد وعلى الانهيدرايد والامايد. تمام، ايه الاسايل كلورايد؟ تسميه الكربوكسيليك اسيد اللي هم اول كلاس عندي الاسايل كلورايد. في الاسايل كلورايد انا التسميه بتاعتي بتقول لي ايه؟ اني انا هاخد اشيل الاك اسيد واحط بدلها كلمه واي كلورايد، بس مش اي حاجه خالص. طبعا دي التسميه بتاعتي سواء كومون نيم او يوباك نيم، شيل عندك الاك اسيد وحط واي كلورايد. مثال البيوتانوك اسيد يبقى بيوتانويل، شيل الاك اسيد الاو تبقى موجوده، خلي بالك بيوتانويل كلورايد. كويس، ده عباره عن الاسيتيك اسيد اللي هو عباره عن ايثانوك، يبقى بدل ما هو اسيتيك اسيد اقول اسيتايل كلورايد، او هو عباره عن ايثانوك اسيد اقول ايثانويل كلورايد. طبعا ده الاخير ده عباره عن المفروض ان هو بنزويك اسيد، بنزويك او اي سي، هشيل الاي سي الاك واحط بدلها واي، يبقى بنزويل كلورايد. تمام، بنزويل كلورايد ده الاسيد كلورايد. الانهيدرايد، في الانهيدرايد انا هسقط اشيل كلمه الاسيد واحط بدلها كلمه انهيدرايد، مفيش حاجه خالص غير كده. تمام، يبقى اذا كان عندي ده عباره عن جاي من الاسيتيك اسيد، تمام، هسميه اسيتيك انهيدرايد، يبقى ده اللي شيل كلمه الاسيد واحط كلمه انهيدرايد. طبعا اسمه كمان باليوباك نيم ايثانوك اسيد، يبقى هسميه ايثانوك انهيدرايد. ده عباره عن جاي من الفيثاليك اسيد اللي هو داي كربوكسيليك اسيد، هسميه فيثاليك انهيدرايد. ده جاي من الماليك اسيد، هسميه ماليك انهيدرايد. طبعا ده عباره عن انهيدرايد ميكس انهيدرايد، جاي من الاسيتيك اسيد ومن البنزويك اسيد، بس الفابيتيكال هسميه اسيتيك بنزويك انهيدرايد. تمام، يبقى الانهيدرايد في عندك فيها اثنين كربونيل جروب، وفي عندك او في النص، ده عباره عن الانهيدرايد. الكلاس الاستر، الاستر عباره عن ار كربونيل جروب او ار داش، الار داش دي اللي عندي، هنا بص عندي الكايل جروب اللي هي الار داش، ده جاي من الالكوهول بارت. تمام، الالكوهول بارت اللي مجموعه الار سي او او ار داش، ده عباره عن الالكوهول بارت. طبعا ده بكتبه في الاول، يبقى الالكوهول بارت سايتد فيرست، بكتبه في الاول. تمام، طيب فولد باي اسايل بورشن اللي هي الار كربونيل جروب اللي هي جاي من الاسيد. تمام، بس انا هعمل ايه في الاسم بتاع الاسيد؟ لا، الاسايل نيم اشيل كلمه الاك اسيد واحط بدلها ايت او او ويت، مثال عندي، اخد عندي اول مثال، ده عباره عن الاستر، ده جاي من الايثايل الكحول ومن الاسيتيك اسيد، جاي من الايثايل الكحول، عشان كده بقول ايثايل، اقول في الاول الالكول بارت سايتد فيرست، اقول في الاول ايثايل اللي هو C2H5. تمام، ده لونه احمر اللي عندنا هنا، اقول ايثايل. طيب اللون الازرق ده جاي من الاسيتيك اسيد، يبقى ايثايل اسيتيت. تمام، يبقى جاي من الايثايل الكحول والاسيتيك اسيد، ده عباره عن الايثايل اسيتيت. طيب ده عباره عن كومون نيم، اسميه ايه باك نيم؟ ايه اسميه؟ ايثايل ايثانويت، اسميه ايثايل ايثانويت. تمام، طيب ده عباره عن ميثايل الكحول وبروبانويك اسيد، يبقى ميثايل بروبانويت، اللي بعديه ده عباره عن ايثايل الكحول ومعاه بنزويك اسيد. تمام، هسميه الاحمر ده ايثايل من الايثايل الكحول، ولونه ازرق عباره عن البنزويك اسيد، يبقى ايثايل بنزويت. تمام، ايثايل بنزويت. يبقى عندك امثله كثيره سواء الفاتك او اروماتيك استر، سميناها اقول الالكول بارت في الاول. تمام، وبعدين ايه احول الاسيد اللي عندي احوله الى ايت او اويت زي ما شفنا، بروبانويت بنزويت اسيتيت وهكذا. تمام، الاستر اللي عندي دايما الاستر هي معروفه ان هي ريحتها حلوه، ليها بريزنت اودر، وهي زي الفروت از فروت، وبالتالي بيستخدموها في الصناعه في المانيفاكتشر اوف سينثيتك فليفرز اللي هي مكسبات الرائحه. تمام، زي اللي بنشوفها مثلا عندنا ايه في العصاير
طعم الاناناس، طعم التفاح، طعم الفراوله وهكذا، سنسيتيف فليفرز. تمام. طيب الفرق بقى في الاستر والكربوكسيليك اسيد ان الاستر كان نوت فورم هيدروجين بوند تو ايتش اذر، سو بويلنج بوينت ار لوور ذان ذوز اوف اسيد اند الكول. احنا هي الاستر عباره عن ايه؟ عباره عن اسيد وعباره عن الكول. البويلنج بوينت بتاعت الاستر اقل من الاسيد واقل من الالكول. ليه؟ لان الاستر ما يقدرش يعمل هيدروجين بوند. تمام. ما فيهوش او اتش، ما فيهوش، في عندي او ار داش. تمام. ما فيهوش او اتش، وبالتالي بيكون اقل في البويلنج بوينت من الالكول او الاسيد. طيب الاستر ليها ميديكال ابلكيشن، من انواع من الاستر ليها عندي ميديسنال ابلكيشن في الصيدله عندي او في مهنه الطب او عندي في الصيدله ليها استخدامات. مين اول استخدام عندي واشهر استخدام؟ اللي هو الاسبرين. ايه هو الاسبرين؟ الاسبرين عباره عن اسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو الاستراكشر الاولاني. خلي بالك انا قلت كلمه اسيد، اسيتايل ساليسيليك اسيد، اسيد معناها كربوكسيل جروب موجوده فري اهي، ويمكن هو ده سبب ان الاسبرين هو بيكون ليه سايد افكتس ان هو بيعمل قرحه في المعده. سبب ايه؟ ان ليه كربوكسيل جروب حمضيه، مجموعه حمضيه بتعمل ايه؟ اتاك الجدار بتاع الاستومك وبالتالي بتعمل قرحه في المعده. تمام. المهم هو الاسبرين كله على بعض احنا بنستخدمه ليه؟ يستخدم ات يوز تو ريليف بين اند ريديوس انفلاميشن. طبعا انا بستخدمه كمسكن للالام ويقلل الالتهابات، ريديوس انفلاميشن، انفلاميشن معناها التهابات. كويس. كمان هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن استر من ساليسيليك اسيد واسيتيك اسيد، استر من الساليسيليك اسيد والاسيتيك اسيد. طيب عندي ايه كمان؟ عندي نوع من انواع المراهم اللي بتستخدم كمسكن للالام. تمام. اللي هو اسمه اويل اوف وينتر جرين، عباره عن الميثايل ساليسيليت. ميثايل ساليسيليت جاي من الميثايل الكهول. تمام. والساليسيليك اسيد، وبقول عندي ميثايل ساليسيليت. تلاحظ الاسم ما قلتش اسيد، قلت استر ميثايل ساليسيليت. ما بقاش في عندي كربوكسيل جروب غير الاسبرين. الاسبرين كربوكسيل جروب موجوده، قلت اسيتايل ساليسيليك اسيد، لكن هنا قلت ايه؟ ميثايل ساليسيليك، الكربوكسيل جروب مش موجوده. تمام. فانا بعمل التفاعل عندك على كربوكسيل جروب هنا. طيب الميثايل ساليسيليت اللي هو الاويل اوف وينتر جرين ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم تو ريليف البين بتاع المسلز، العضلات عندك ايه؟ الملتهبه، اللي في شد عضلي. كويس. التهابات العضلات، ماشي. فبستخدم عندي كمسكن للالام برضه، هو الثاني لالام العضلات، بستخدم عندك الايه؟ الاويل اوف وينتر جرين. يبقى دي عندك مثالين للاسترز اللي ليها ميديكال او ميديسينال ابلكيشن. تمام. اللي بعد كده الاخير اللي هو عباره عن كراس الامايد. ايه هو الامايد؟ عباره عن الار اسايل جروب كربونيل جروب عليها ان اتش 2 طبعا لو هي برايمر امايد، او ان اتش ار لو هي سكندري، او ان ار 2 لو هي تيرشري امايد. طيب في التسميه بتاعت الامايد انا هعمل ايه؟ هشيل الايك اسيد او الاوك اسيد واضيف كلمه امايد. يبقى انا هشيل الايك اسيد او الاوك اسيد واضيف كلمه امايد. تمام. طيب لو عندي سبستيتوانت على الان، انا بقول لك ان دي برايمري امايد، ان اتش ار تبقى سكندري، ان ار 2 عباره عن تيرشري. كويس. فلو انا عندي سبستيتوانت على الان لازم احط كلمه ان في الاول. لو هو سبستيتوانت واحد اقول ان وبعدين سبستيتوانت. لو عندك اثنين سبستيتوانت ار وار اقول ان. امثله للكلام ده عشان اشوف تسميه الاستر. اخد عندي اول مثال عندي اهو، ده عباره عن الاسيتامايد او الايثان امايد. اشوف ثاني الاسم ايثان، هو كان اسمه ايثان اوك. ايثان اوك، انا هشيل الاوك اسيد زي ما بقول لك اهو، شيل الاوك اسيد يبقى اسمه ايثان اوك، شلتها حطيت بدلها كلمه امايد يبقى اسمه ايثان. خلاص الاوك شلتها، ايثان امايد. طيب ده بالنسبه للايوباك نيم. طب الكومن نيم كان اسمه اسيتك اسيد، يبقى انا هشيل الاك اسيد واحط كلمه امايد، يبقى اسمه عباره عن ايه؟ الايثان امايد، اي الاسيتامايد. يبقى الاسيتامايد او الايثان امايد ده كومن نيم وايوباك نيم. طبعا ده عباره عن البنزامايد. بنزامايد هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه بنزاوك، شلت الاوك اسيد وحطيت امايد، بنزامايد. تمام. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كربونه 2 3 4، يبقى عباره عن البيوتان. كربونه رقم 1 2 3 تعالها ميثايل، 3 ميثايل بيوتان امايد، 3 ميثايل بيوتان امايد. طيب ده امثله كلها عباره عن برايمري امايد. تمام. ال ان اتش 2 كلها عباره عن برايمري امايد. نيجي للنوع الاولاني، ده عباره عن سكندري امايد، ال ان اتش ميثايل جروب. فالميثايل جروب موجوده على ال ان، عشان هي موجوده على ال ان لازم احدد ان هي موجوده على ال ان، اروح حاطه جنب قبليها ان واحط عندي اقول ايه؟ ان ميثايل اسيتامايد، ان ميثايل اسيتامايد. زي ما احنا شايفين في المثال اللي كان فوقيها من شويه، لما كان عندي ميثايل جروب على رقم 3 قلت 3 ميثايل، لكن هنا الميثايل موجوده على مين؟ موجوده على ال ان، عشان كده لازم احط قبليها كلمه ان، احط قبليها الحرف بتاع ال ان، اقول
ان ميثايل اسيتاميد، ده عباره عن سكندري امايد. طيب ممكن يكون الان عليها 2 ار، عليها ايثايل وايثايل، لو هما اتنين زي بعضيهم هقول ان ان داي ايثايل، طبعا المركب ده عباره عن بنزاميد، ان ان داي ايثايل بنزاميد. طب لو هم مختلفين، واحده ميثايل وواحده ايثايل، هكتب ان ايثايل عشان الفابيتيكال، وبعدين اكتب ان ميثايل، تمام، ان ايثايل شرطه ان ميثايل، وبعدين احط اسم ايه الامايد اللي عندي، تمام. ده في الحاله لو كان عندي هنا ترشر امايد. طيب لو كان عندي الامايد جروب على رينج، زي ما قلت من شويه، لو كانت الكربوكسيل جروب على رينج كنت بقول اسم الرينج سايكل هيكسان، سايكل هيكسان كربوكسيلك اسيد، لو كانت اسيد نفس الكلام، يبقى سايكل هيكسان كربوكس امايد، سايكل هيكسان كربوكس امايد، تمام. يبقى كربامايد كربالدهايد لو كانت الدهيد، كربوكسيلك اسيد لو كانت كربوكسيل جروب، كربوكس امايد لو كانت عباره عن الامايد سي او ان اتش 2، تمام. طيب ايه الكلام لسه على الامايد؟ امايد البرايمر والسكندري امايد عشان في عندي ان اتش، تمام، ممكن تعمل هيدروجين بوند تو اتش اذر، وبالتالي الميلتنج بوينت او البويلنج بوينت بتكون عاليه جدا. امثله عندنا اهو، عندك مثال البرايمر امايد ميلتنج بوينت 79، السكندري امايد مثال اهو، السكندري امايد ميلتنج بوينت بتاعته عباره عن 28، الترشر امايد بالماينس ماينس 61، ده عباره عن ليكويد، ده عباره عن ليكويد. طب ليه؟ لان الترشر امايد مش هيقدر يعمل هيدروجين بوند اهو كده، فبقول عن الترشر امايد كان نوت فورم هيدروجين بوند. طبعا ده الشكل اللي موجود عندي هنا على اليمين هنا، ده عباره عن هيدروجين بوند بين مولكيول امايد ومولكيول امايد، الاو عليها انشير بير والان عليها اتش، تمام، بروتون دونر وبروتون اكسبتور يعملوا هيدروجين بوند مع بعضيهم، وبالتالي كان فورم هيدروجين بوند تو اتش اذر، ده في حاله البرايمري والسكندري امايد، الترشري كان نوت فورم هيدروجين بوند. طيب نفس الكلام زي ما قلت عندي في الاستر حاجات ليها ميديكال ابلكيشن، نفس الكلام عندي في الامايد، في عندي حاجات سام امايد ان هيلث اند ميديسين بيستخدموها في ايه؟ في الميديسين. امثله من الامايد اللي عندي السكرين اهو اللي موجود عندي في الاول، السكرين ده عباره عن ايه؟ يمكن احنا كلنا سمعنا ده عباره عن ارتفيشال سويتنر، يعني ايه؟ حاجه ايه؟ طعم حلو كويس، بيستخدموها الناس اللي عايزين يعملوا رجيم كويس، او بيستخدموها الناس الدايبيتك اللي عندهم سكر وعايز حاجه طعمها حلو وملهاش كالوري، فكان بستخدم عندي السكرين. واحنا ان شاء الله في اخر المحاضره دي او المحاضره اول التطبيقات اللي هقول لك عليها بعد شويه اخد منها تطبيق تحضير السكرين، تمام. طيب عندي ايه كمان؟ عندي الفيناستين والاسيتامينوفين. الاسيتوامينوفين ده عباره عن اللي هو عباره عن ايه؟ الباراستامول بارا هيدروكسي اسيتوفينو كويس، او الفيناستين ده عباره عن بارا ايثوكسي اسيتوفينو، تمام، بارا هيدروكسي اسيتانولايد، تمام، ده عباره عن بارا هيدروكسي اسيتانولايد، وهنا عباره عن بارا ايثوكسي اسيتانولايد، يبقى ده عباره عن الفيناستين وعباره عن الاسيتوامينوفين. الاسيتوامينوفين بينما الاسم عندك جزء الاسم اسيتو في مجموعه الاستايل جروب، امينو في عندك ان اتش، في عندك فين اللي هي حلقه البنزين اللي عندنا. المهم هم الاثنين الاسيتوامينوفين او الفيناستين بيستخدموهم كايه بقى؟ ريديوس الفيفر and pain، يعني بيخفض درجة الحرارة، كأنت بايرتك يعني يخفض درجة الحرارة كويس، and pain يقلل الألم، مسكنات للألم، يبقى بستخدمها كمسكنات للألم وخفضات للحرارة، انت بايرتك، analgesic and antibiotic، تمام؟ يبقى دول هما الاثنين تطبيقات في الميديسين للأمايد. طيب تفاعلات الكربوكسيلك أسيد، هنتكلم على الكربوكسيل جروب وهنشوف فين الأماكن اللي هيحصل عليها الرياكشن للكربوكسيل جروب. رياكشن سايتس اوف كربوكسيليك اسيد، اول حاجه اول رياكشن انا اتخيل كاني جبت حاجه زي المقص، اول حاجه هعمل الاسيد تيست على الاتش، الاسيد تيست على الايه؟ البروتون الاسيدك اللي عندي، تمام. فالكربوكسيليك اسيد طبعا هو عشان ان هو اسيدك هيبقى اكيد هعمل عليه تفاعلات الاسيد تيست. طيب ده اول حاجه على اتش، تاني حاجه على ال او اتش كلها، ال او اتش جروب هعمل ايه على ال او اتش جروب بتاعتي؟ اني هعمل نيوكليفيلك اسايل سبستيتيوشن، هشيل الـ OH واحط بدلها مجاميع ثانيه، احط بدلها المجاميع الثانيه. ايه هي المجاميع الثانيه؟ انا عباره عن اسيد، احول الاسيد الى اسكورايد، احول الاسيد الى انهايدرايد، احول الاسيد الى استر، احول الاسيد الى امايد، ده عن طريق النيوكليفيلك اسايل سبستيتيوشن، التفاعل ده بيكون على الكربونيل جروب، وانا بكسر بين السي والـ OH واطلع عندي الـ OH. طيب النوع الثالث من التفاعلات، ماشي، اني هعمل تفاعلات على الالفا هيدروجين
اللي هي موجوده على الفا كربون لكربوكسيل جروب. احنا قلنا في التسميه الالفا كربون اللي هي مين؟ اللي هي كربونه الادجيسنت لكربوكسيل جروب. فانا هعمل تفاعلات على الالفا هيدروجين اللي موجوده على الالفا كربون للكربوكسيل جروب. طيب عندي ايه تفاعل تاني؟ التفاعل الرابع كربونيل جروب دي هعمل لها ريدكشن. احولها لسي اتش 2 ريدكشن 2 سي اتش 2 ريدكشن لسي اتش 2. طيب ممكن اعمل تفاعل ايه تاني؟ اشيل الكربوكسيل جروب، اشيل السي او او كلها، فاعمل تفاعل الديكربوكسيليشن. تمام، كل دي تفاعلات للكربوكسيل اسيد. نشوف اول تفاعل عندنا. اول تفاعل طبعا هو تفاعل، اول تفاعل عندي تفاعلات اهي زي ما احنا هنشوفها، ده ملخص التفاعلات. ماشي، هنفردهم كل واحد منهم. تفاعل عندنا تفاعلات الكربوكسيليك اسيد كاسيد. طبعا كربوكسيليك اسيد اسيد هيكون سولت، اول ما احط عليه بيز هم اسيد وبيز، يطلع لي طبعا حمض وميه زي ما احنا عارفين الكلام اللي احنا خدناه من زمان. تفاعلات الاسيد مع البيز يديك ايه؟ بسميها اسيد بيز رياكشن، ويدينا ايه؟ حمض وميه، حمض وميه، ادينا قصدي ملح وميه، كويس؟ سولت فورميشن اند ووتر. طبعا لو ضفت عليه صوديوم هيدروكسيد هديك صوديوم كربوكسيليت، سولت اند ووتر. طيب لو ضفت عليه كربونيت، هو ده التيست، خلي بالك هو ده التيست اللي احنا عملناه نفرق بين الكربوكسيليك اسيد وبين الالكوهول والفينول. مع صوديوم بايكربونات هيتحول الى صوديوم سولت. تمام، صوديوم سولت ويطلع عندك سي او 2، يطلع عندك فوران، يحصل عندك ايفرفيسنس، ويطلع عندك ليه؟ نتيجه غاز السي او 2 طالع عندي، وطبعا هيطلع عندي ووتر. لو ضفت عليه امونيوم هيدروكسيد هيديك امونيوم كربوكسيليت، وبرده هيخرج عندي ووتر. يبقى التفاعل بتاعي مع الاسيد مع البيز، اسيد بيز رياكشن، هيكون عندك سولت اند ووتر. ومهم جدا التفاعل مع كربونيت جيف كربون دايوكسيد ايفرفيسنس، ده تيست مهم. طيب التفاعل الثاني اللي هي تفاعلات مهمه جدا، سبستيوشن للهيدروكسيل جروب، هحول الكربوكسيليك اسيد الى المشتقات الاخرى كربوكسيليك اسيد ديريفاتيف، كونفرجن انتو اذر كربوكسيليك ديريفاتيفز. تمام، طيب اول تحويل عندي هحوله الى اسيد كلورايد، هحول الكربوكسيليك اسيد الى اسيد كلورايد. انا عشان احول الكربوكسيليك اسيد الى اسيد كلورايد احط عندي ريجنت زي اللي هناخده في الالكوهول، او اللي حطوه في الالكوهول. ريجنت مشهور عندي جدا اللي هو عباره عن الثايونايل كلورايد SOCl2. تمام، هو انا ممكن استخدم ريجنت ثانيه زي الفوسفراس ترايكلورايد او فوسفراس بنتا كلورايد. تمام، بس مع الثايونايل كلورايد احسن واحد. ليه؟ لان الباي برودكت اللي عندي اللي طالعه جازس، الاس او 2 جاز، الاتش سي ال جاز، عشان كده الثايونايل كلورايد ده احسن ريجنت فيهم. بيست ريجنت تو كونفرت كربوكسيليك اسيد الى اسيد كلورايد الثايونايل كلورايد. تمام، السبب قلنا عشان الباي برودكت بتكون جازز. طيب فانا بسهوله جدا انا هاخد عندي اكزامبلز، اخدت عندك البنزويك اسيد مع الثايونايل كلورايد راح مدينا بنزويل كلورايد، طبعا الباي برودكت اتكلمنا عليه. لو خدت عندك الايثانويك اسيد اللي هو الاسيتيك اسيد برضه هيتحول الى ايثانويل كلورايد او الاسيتيل كلورايد. تمام، ده مع مين؟ مع الثايونايل كلورايد. ماشي، عشان احول الانهيدرايد، احول كربوكسيليك اسيد لانهيدرايد، احنا قلنا يعني ايه انهيدرايد؟ انا فاكره في اول محاضره قلت لك يعني ايه كلمه انهيدرايد؟ انهيدرايد معناه منزوع منه الميه. يعني انا اخدت 2 مولكيول من كربوكسيليك اسيد وشلت منه مولكيول ووتر، اهو 2 مولكيول وشلت منه مولكيول ووتر، اشيل منه مولكيول ووتر اسخنه او مع كونكو سلفوريك، المهم اشيل منه مولكيول ووتر يتحول الى انهيدرايد. تمام، او اخد اسيد فيه 2 كربوكسيليك جروب جنب بعضيهم زي الفيساليك اسيد، زي الاوكزاليك اسيد، زي الماليك اسيد. تمام، احوله الى انهيدرايد، طبعا هما فيه 2 كربوكسيليك جروب جنب بعضيهم، هشيل منه مولكيول ميه ويتحول الى انهيدرايد. امثله عندنا اهو، ماشي، مثال عندي لو اخدت عندك الاسيتيل كلورايد مع الصوديوم بنزويت، طبعا هيديك اسيتيك بنزويك انهيدرايد، عباره عن ميكس انهيدرايد، لما تكون الار والارداش اللي موجودين عندي هنا مختلفين، عباره عن اسيتيل كلورايد فعلت مع صوديوم بنزويت يتحول الى اسيتيك بنزويك انهيدرايد. طبعا هيطلع عندك صوديوم كلورايد اهو شبكهم مع بعضهم، صوديوم كلورايد ويتحول الى انهيدرايد زي صوديوم كلورايد. طيب ايه تاني؟ الاستر. الاستر برضه انا بعتبر الجزء الاولاني من الاستر تفاعلات مش جديده، انت خدتها في ثانوي. الطريقه بتاعتي اللي بسميها الفيشر است، يمكن الاسم هو الجديد، الفيشر استريفيكيشن. دي الطريقه الدايركت، يعني ايه الطريقه الاولانيه؟ الاول طريقه تعرفها عشان نحضر الاستر. تحضير الاستر من ايه؟ تحط اسيد والكهول. تمام، هيطلع لي استر وميه. طيب الميه، وجود الميه بتخلي التفاعل اللي عندي ريفرسبل. تمام، وبالتالي مش هيكون الاستر، لان الاستر اول ما يتكون هيتكسر مع الميه. طيب انا عشان احضر الاستر واخلي التفاعل يمشي ناحيه اليمين ويدينا الاستر كبرودكت عندي، لازم اعمل ايه؟ اشيل الميه. اشيل الميه ازاي؟
ان احط عندي dehydrating agent زي مين؟ زي الكونكو سلفورك، معروف جدا. كونكو سلفورك معروف يتحط عندي مع التفاعل اللي عندي، يبقى انا احط عندي كربوكسيليك اسيد، واحط عندك الكهول، واحط عندك كربوكسيليك اسيد اللي هو الاسيد اللي موجود عندك من فوق زي السلفوريك اسيد، فايدته ايه؟ كويس؟ عشان تو ريموف الواتر، تمام؟ يبقى هو dehydrating agent تو ريموف الواتر عشان يعمل ايه؟ عشان يخلي شيفت للتفاعل اللي عندي شيفت تو شيفت اكوليبريم تو كومبليت، عشان يخلي التفاعل عندي يمشي ناحيه اليمين ويتكون عندي برودكت، تمام؟ طبعا بعمل الكلام ده وكمان اعمل ايه؟ بستخدم اكسس من الالكهول برده عشان اخلي التفاعل يمشي ناحيه اليمين. دي الطريقه الايه؟ الدايركت، الطريقه المعتاده اللي احنا عارفينها من الاسيد والكهول في وجود الكونكو سلفوريك كديهايدريتنج ايجنت يدينا الاستر. طيب انا ممكن اخد طريقه اندايركت، والطريقه الاندايركت فيها ميزه ان هي نوت ريفرسبل. اخدها ازاي؟ انا احول الاسيد اللي عندي الاسكولورايد افعل مع الفينال كلورايد زي ما قلنا من شويه، تمام؟ اخد الاسكولورايد وافعل مع الالكول هدينا استر. التفاعل المره دي نوت ريفرسبل. ليه نوت ريفرسبل؟ عشان مفيش عندي ميه، عشان مفيش عندي ميه، مفيش عندي ووتر كباي برودكت، تمام؟ ده هيحول الاسيد الى اسكولورايد في الاول، وبعدين هحول افعل الاسكولورايد مع الالكول هيدينا استر، والتفاعل ده بيكون عندي فيري ايه؟ فيري ستيبل برودكت، تمام؟ نوت ريفرسبل. طيب امثله عندنا اهو تطبيقات. انا لو عندي بنزويك اسيد افعل مع الميثانول بالطريقه المعتاده العاديه، يجوز سلفوريك اسيد ديك مثايل بنزويت، او اخد البنزويك اسيد افعله مع السيانيل كلورايد يدينا بنزويل كلورايد، افعله مع الميثانول. طبعا تخلي بالك التفاعل ده نوت ريفرسبل، هيتحول الى مثايل بنزويت. طيب دلوقتي انا عايز اشوف هل الالكول والاسيدز هما الاثنين المتفاعلين زي بعضهم في التفاعل، ولا في اختلافات، واحد اقوى من واحد من الثاني، ولا في واحد اسرع؟ بلاحظ عندي اهو، فبقول عندي الريلاتيف رياكتيفيتي للكربوكسيليك اسيد، مين اسيد مور رياكتيف، مين الاسيد المور موست رياكتيف. هلاحظ عندي الفيري سامبل اسيد اللي هو زي الفورميك اسيد ده اسرع واحد، كويس، رياكت فيري رابيدلي، فيري رياكتيف عن الاسيتك اسيد، عن الاسيد عليه مجموعتين، عليه مجموعه ار، عن مجموعة الاسيد اللي عليها الكربونه الكربونه اللي جنبيها كربونه الفا عليها 2 ار، الكربونه اللي جنبيها عليها 3 ار، يعني كل ما يزيد الستريك افكت على الكربونه الالفا اللي جنب الكربونايل جروب، كربونه الفا للرسول الكربوكسيل جروب، كربونه الفا للكربوكسيل جروب، كل ما يزيد الستريك افكت اللي عليه كل ما الرياكتيفيتي تقل، كل ما الرياكتيفيتي تقل، وبالتالي عند الفورميك اسيد احسن من الاسيتك، الاسيتك احسن من البروبانوك، البروبانوك احسن من اللي عليه 2 ار او 3 ار. طيب هل الكلام ده بس بالنسبه للاسيد؟ لا، كمان عندي الالكول، كل ما يكون الالكول اللي عندي فيري سمبل زي الميثانول، ميثايل الكول احسن واحد، فيري سمبل بسيط جدا، تمام؟ كل ما زود برضه الاستريك هندرس على السايت اللي هيحصل عليه تفاعل اللي هو مين؟ اللي هو مجموعه الاو اتش. فلو حط عندك ميثايل الكول احسن واحد، خليته ايثايل الكول الرياكتيفيتي ايه؟ قلت شويه، ماشي؟ خليته سكندر الكول الرياكتيفيتي قلت، خليته ترشر الكول اصبح نو رياكشن. شفت ازاي؟ طب ليه؟ لان اصبح في عندي استريك افكت على الكربونه اللي شايله الاو اتش، تمام؟ اللي هي جنب الرياكشن سايت اللي هي عندي على الاو اتش اللي عندي، كويس؟ فانا كل في الحالتين كل ما زود الستريك افكت على الرياكشن سايت سواء للكربوكسيل جروب او سواء للاو اتش جروب، كل ما زود الستريك افكت كل ما الرياكتيفيتي تقل، تمام؟ نخلي بالنا الكلام ده مكان للاسئله، ماشي؟ طيب انا اشوف عندي احضر الكلاس الاخير اللي هو كلاس الامايد. الامايد احضرها ازاي؟ احضر طبعا احضر الامايد بطريقه اندايركت، وهنقول ليه احضر الامايد بطريقه اندايركت، ما ينفعش معاها او غالبا ما ينفعش معاها الطريقه الدايركت. انا الطريقه هي الاندايركت، اني اخد كربوكسيليك اسيد طبعا هحوله للريجنت اللي هو مع السيانيل كلورايد الى اسكولورايد، الاسكولورايد افعله مع الامونيا يدينا الامايد، تمام؟ او افعله مع الامينز واخواته يدينا الامايد، ماشي؟ طيب فبقول عندي هنا مثال البيوتانويك اسيد حولته الى بيوتانويل كلورايد، فعلته مع الامونيا روح مدانا البيوتان امايد. خلي بالك من التسميه، البيوتان انا شلت الاك اسيد وحطيت بدلها امايد، يبقى بيوتان امايد، تمام؟ طيب انا بقول عندي هنا ليه ما ينفعش اني او مش هيبقى كويس ان لو استخدمت الطريقه الدايركت، لو استخدمت دايركت رياكتنج الامونيا مع الكربوكسيليك اسيد هتدينا امونيوم سولت. طيب هو ما ينفعش انا اخد الامونيوم سولت ده واسخنه يتحول الى امايد؟ هو ينفع، بس انا عايز اسخن الامونيوم سولت جامد جدا جدا جدا، طبعا عشان اطلع منه ميه، اطلع منه ميه فين؟ H2 من الامونيوم
واو من الكربوكسيلات يطلع عندي مليون ميه، بس انا بقول لك اسخنهم جامد. تسخين الجامد للامونيوم صوت ممكن ياثر في ان الكربوكسيليك اسيد يتحرق مني، يحصل فيه كسر، تمام؟ فطريقه هي عشان كده طريقه مش مفضله قوي ان انا احضر الاسيد من التسخين مع الامونيا، تمام؟ يبقى الطريقه بتاعتي انا بلجا للطريقه اللي هي الاندايركت، اني احول الاسيد الى اسكولورايت وبعدين افعله مع الامونيا يتحول الى امايد، تمام؟ عندنا مثال، احنا ممكن بعد شويه نشوف امثله، تمام؟ رياكشن على النوع الثاني، النوع الثالث من التفاعلات رياكشن على الكايل جروب، تمام؟ رياكشن على الكايل جروب اللي هو تفاعل اسمه ايه؟ عباره عن تفاعل الفا هالوجينيشن اسمه هيل فولهارد زيلينسكي رياكشن. في التفاعل بتاع هيل فولهارد زيلينسكي رياكشن انا بستخدم عندي، باخد عندي الكربوكسيليك اسيد وزي ما احنا قلنا الفا هالوجينيشن، باينه من اسمه الفا هالوجينيشن، يعني انا هعمل تفاعل سبستيوشن، هعمل هالوجين، هالوجين على كربونه كام؟ كربونه الفا، كربونه الفا على سي اتش 2، الاتش اللي عندي احولها ايه؟ بدل ما هي اتش 2 هتبقى اتش واكس، اهي هشيل سبستيوشن الواحده من الهيدروجين واحولها الى هالوجين، كويس؟ ويتحول من الاسيد الى الفا هالو اسيد، الفا هالو اسيد، تمام؟ اضيف عندي ايه؟ اضيف عندي هالوجين، طبعا دخلت هالوجينيشن يبقى اضيف عندي هالوجين، كلورين، برومين، هم دول ينفع عندي، واضيف عندي تريسز من الفوسفرس، البي معناها فوسفرس، تريسز من ايه؟ من الفوسفرس اللي عندي، يبقى تفاعل التفاعل باختصاره اتش في زد اللي هو هيل فولهارد زيلينسكي رياكشن. في الهيل فولهارد زيلينسكي رياكشن انا بحول الاسيد الى الفا هالو اسيد. طيب هو الالفا هالو اسيد ده ليه استخدامات؟ صراحه مهمه جدا جدا. انا بعد ما احوله الى الفا هالو اسيد الهالوجين اللي عندي فيري رياكتيف جود ليفنج جروب، بسهوله جدا لو فعلتها مع صوديوم هيدروكسيد هيعمل سبستيوشن للبي ار بالهيدروكسيل جروب او اتش بتحول الى الفا هيدروكسي اسيد. ايوه انا حولت الاسيد الى الفا هيدروكسي اسيد. طيب تمام، احول الاسيد افعله البي ار او اللي الفا هالو اسيد افعله مع الامونيا يتحول الى يطلع عندك اتش بي ار ويدينا الفا امينو جروب، يديك الالفا امينو اسيد. يبقى انا حضرت الالفا امينو اسيد من تفاعل بقول عليه امينولوسيس، يعني تحلل مع الامونيا، وجود الامونيا للالفا هالو اسيد يتحول الى الفا امينو اسيد. طيب التفاعل الثالث اللي عندي اللي في النص هنا، انا افعل البي ار مع صوديوم سيانايد، طبعا يخرج عندك صوديوم بروميد ودخل عندك السيانايد. ايه استخدامات السيانايد؟ قلنا قبل كده السيانايد عامل لها هيدروليسيس مع شويه اسيد وميه تصبح عندك كربوكسيليك جروب، وانا كان عندي كربوكسيليك جروب من الاول، يعني هيدينا مركب فيه داي كربوكسيليك اسيد، داي كربوكسيليك اسيد، تمام؟ يبقى انا حضرت عندي داي كربوكسيليك اسيد بتفاعل اللي هو عباره عن تفاعل ايه؟ الهيل فولهارد زيلينسكي رياكشن، تمام؟ التفاعل اللي بعد كده انا هاخد عندي تفاعلين ادخلهم مع بعضين. التفاعل الاولاني هو عباره عن تفاعل ريدكشن. الريدكشن اخد الاسيد طبعا عند كربونال جروب احولها ل CH2. احنا اخدناها زي ما اخدناها في الالدهيد والكيتو. كويس؟ بس انا ما ينفعش عندي الا صوديوم الا ليثيوم المونيوم هيدرايد. ليثيوم المونيوم هيدرايد قوي جدا. ما ينفعش عندي صوديوم بورهيدرايد. كويس؟ يبقى ليثيوم المونيوم هيدرايد افعل مع كربوكسيليك اسيد يعمل ريدكشن ل CH2 موجوده في كربوكسيل جروب. ويتحول الى CH2، كربونايل جروب هيحول الى CH2، كربونايل جروب هيحول الى CH2، وبالتالي تحول كربوكسيليك اسيد هيرجع للبرايمري الكول، يرجع الى برايمري الكول، تمام؟ فمثال عندي البيوتانويك اسيد في وجود الليثيوم المون هيدرايد، وبعدين اضيف اسيد وميه زي ما احنا قلنا ما التفاعلات اللي فيها اوجان ميتاليك يتحول الى 1 بيوتانول، يبقى بيوتانويك اسيد تحول الى 1 بيوتانول برايمري الكول. التفاعل الاخير للكربوكسيليك اسيد اعمل تفاعلات الديكربوكسيليشن معناها ريموفال اوف كربون دايوكسيد، تمام؟ عكس التفاعل بتاع السيانايد او عكس التفاعل بتاع الكربوكسيليشن مع الجرين يارد. هضيف عندي لو حتى عندي الاسيد او الصوديوم صوت بتاعه افعل مع الصودا لايم. ايه هي الصودا لايم؟ عباره عن صوديوم هيدروكسيد ومعاها كربون كالسيوم اوكسيد، صوديوم هيدروكسيد ومعاها كالسيوم اوكسيد، تمام؟ احنا بنسميها صودا لايم الجير الصودي، تمام؟ هيطلع عندك السي او 2، تمام؟ وبعدين الاتش اللي موجوده في الصوديوم هيدروكسيد هتدخل تتحول الى ار اتش ويطلع عندك صوديوم كربونيت السي او 2 مع الاو بتاع الصوديوم هيدروكسيد، والصوديوم يتحول الى صوديوم كربونيت ان اي 2 سي او 3 ان اي وان اي اصبحت ان اي 2 سي او او اند او سي او 3 صوديوم كربونيت اند ار اتش اللي هو عباره عن طبعا اذا كان انا بادي بيه الكان او الكين او الكاين المهم هيصبح عندك ار اتش
وانا كده شلت مجموعه السي او 2. تمام، ده تفاعل الديكربوكسيليشن، تفاعل الاخير من الميثيلينيوس رياكشن. طيب دلوقتي انا هتكلم على مشتقات الكربوكسيليك اسيد، انا عايز ارتبها على حسب الرياكتيفيتي، مين اقوى من مين، عشان لما احول مشتقات الكربوكسيليك اسيد لبعضيها احول مين لمين، مين ينفع احول مين لمين، مين اس مين مؤكتف والتاني ليس رياكتف، مين الرياكتف ومين الليس رياكتف. طيب فاحنا زي ما احنا كنا قلنا في الالدهيد والكيتون، قلنا ان الالدهيد مور رياكتف عن الكيتون، وعرفنا السبب ان في عندي ستيريك هندرانس موجود عندي في الكيتون، الكيتون مور ستيريك وبالتالي ليس رياكتف مور ستيبل. قلنا كمان ان الكيتون عشان الكترونيك افكت عليه 2 ار بيدي الكترونات كويس، وبالتالي بالالكترونيك افكت يحصل ستابلايزيشن للكربونايل جروب، وبالتالي الكربونايل جروب بتاعت الكيتون مور ستيبل. وقلنا الملخص بتاع ان الكيتون مور ستيبل عن الالدهيد والالدهيد مور رياكتف. طيب كده بقى في الكربوكسيل جروب ومشتقات الكربوكسيل جروب، مين اكتر من الثاني في الرياكتيفيتي والتفاعل عندي يعتمد على ايه؟ فبقول عندي الكربونايل جروب بتاعت الكربوكسيليك اسيد ومشتقاتها هتتفاعل بنوع من التفاعلات لازم نعرفها ونحفظها، تفاعل اسمها نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. احنا خلي بالنا في الالدهيد والكيتون قلنا نيوكليوفيليك اديشن، لكن هنا في الكربوكسيليك جروب هقول نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. ليه سبستيتيوشن؟ عشان انا هشيل سبستيتيوانت واحط بداله سبستيتيوانت تاني. طبعا التفاعل ده هيمر بمرحلتين اللي هي في الاول عباره عن اديشن فولد باي اليمينيشن. شوف عندنا الايكويشن بتاعتي بتقول ايه؟ تمام؟ فالنيوكليوفيليك النيوكليوفايل هيتفاعل مع الكربونايل جروب زي ما احنا شايفين عندي هنا. النيوكليوفايل اهو هيتفاعل هيعمل اديشن على الكربونايل جروب. اول ما اعمل اديشن على الكربونايل جروب هرفع البوند على الاكسجين عشان هي اعلى في السلبيه الكهربائيه. ويتحول من مركب SB2 تمام اهو باين عندي SB2 الى مركب عباره عن SB3. خطوة النيوكليوفيليك اديشن خلي بالك اهو خطوة النيوكليوفيليك اديشن تحول من SB2 الى SB3 ورفعت البوند على الاكسجين اصبحت الاو عليها سالب. طيب بعد كده بسرعه جدا الليفنج جروب اللي هي المجموعه اللي عندي هتغادر، سواء اذا كان عندي انا بدي كربوكسيليك اسيد هتبقى او اتش، اذا كان عندي اسكورايد هي عباره عن مجموعه سي ال، اذا كان عندي مثلا استر عباره عن مجموعه الاو ار وهكذا. فالليفنج جروب اللي عندي هتاخد عشان هي عليها انشورد بير ما ننساش، عشان كده احنا قلنا في كربوكسيليك اسيد كل مشتقات الاسيد الكربونايل جروب متصله بمجموعه بجروب اتوم عليها انشورد بير، او عليها انشورد بير، الان عليها انشورد بير، السي ال عليها انشورد بير، فكلهم هياخد ايه البروتون اللي عندي اهو، يبقى الليفنج جروب اخذت عندي البروتون، وبالتالي عشان هي فقدت الانشورد بير اصبح عليها بوزيتيف شارج. النيوكليوفايل اللي كان عليه بوزيتيف شارج خلاص هو اخذ البوند من الاتش، وبالتالي اصبح نيوكليوفايل معلوش اتش معلوش بوزيتيف شارج. بسرعه جدا لغايه الخطوه دي عباره عن تترا هيدرال انترميديت، بسرعه جدا الخطوه دي مهمه جدا اللي هو البرودكت الثالث مهم جدا. يبتدي يحصل ايه؟ الليفنج جروب ومعاها الاتش تخرج ليف تغادر ليفنج جروب، والنيجاتيف شارج اللي على الاو تنزل تكون تاني زي ما كانت دبل بوند كويس، وبالتالي بقول عندي هنا انظر اتحولت من اس بي 3 تحولت تاني رجعت زي ما كانت تاني اس بي 2. فبقول عندي هنا نيوكليوفايل هيتفاعل رياكت از كربونايل كربونايل جروب تو فورم التترا هيدرال انترميديت من اس بي 2 تحول لاس بي 3 تمام. التترا هيدرال انترميديت ويتش اليمينيت ليفنج جروب، ليفنج جروب عليها اتش تمام. ذا كربونايل جروب از ريجينيريتد اهو تنزل بنيجاتيف شارج تنزل تكاني زي ما كانت تكون كربونايل جروب از ريجينيريتد. ذا ريد افكت از ان اسايل سبستيوشن، حصل سبستيوشن على الاسايل جروب. قلنا تاني ايه هي الاسايل جروب؟ اللي عباره عن الار كربونايل، وبالتالي راح تديك انذر اسايل كومباوند تمام. يبقى التفاعل بتاعنا الثاني عباره عن خطوتين اديشن فولد باي اليمينيشن، هضيف النيوكليوفايل احوله من اس بي 2 الى اس بي 3، الاس بي 3 بسرعه جدا الليفنج جروب تاخد الاتش، وبعدين هرجع الكربونايل جروب بتاعتي زي ما كانت، وبالتالي هيديك انذر اسايل كومباوند. طيب المشتقات بتاعت الاسيد قلنا عليهم اللي هم الاسكورايد والانهيدرايد والاستر والامايد، مين احسن من مين؟ وارتبهم على الرياكتيفيتي بناء على ايه؟ رياكتيفيتي كان بي ريليتد تو ذا ابيليتي اوف ذا ليفنج جروب تو ديبارت. الاحسن كليفنج جروب هو ده اللي هيمشي بسرعه جدا، وبالتالي هيتحول الى برودكت تاني، يتحول من برودكت الى برودكت على حسب الليفنج جروب بتاعتي. لو هي جود ليفنج جروب يبقى هتغادر بسرعه جدا، يبقى المركب بتاعي هيكون فيري رياكتيف. طيب انا مين عندي المجاميع بتاعت الليفنج جروب؟ في الاسكورايت عندي الليفنج جروب اللي هي مجموعه السي ال، وبص معايا من تحت كده الاسكورايت الليفنج جروب هي السي ال. في
في الانهيدرايد الليفنج جروب بتاعتي عباره عن كربوكسيلات، في الاستر عباره عن الاو ار، في الامايد عباره عن ان اتش 2. مين احسن ليفنج جروب؟ طبعا السي ال الهالوجين. ليه؟ لان احسن ليفنج جروب اللي هي بتكون زي ما خدت عندك في الالكايل هالايد، اللي هي تكون تغادر وهي ويك بيز، ويكست بيز. كل ما تكون فيري ويك بيز تبقى جود ليفنج جروب. فالكلورايد فيري ويك بيز، لكن الكربوكسيلات لا، بيز اقوى منها. الالكوكسايد بيز اقوى. ال NH2 الامايد او الامين فيري 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 بيزك، وبالتالي بتبقى فيري باد ليفنج جروب. تمام. الامينز بتكون سترونجست بيز، وبالتالي وورست ليفنج جروب. يبقى الكلورايد الاس كلورايد عباره عن ويكست بيز، وبالتالي بيست ليفنج جروب. لكن الامينز اللي موجوده عندي في الامايد بتكون سترونجست بيز، وبالتالي بتبقى وورست ليفنج جروب. تمام. وبالتالي بقول عندي انكريزنج ليفنج جروب اكتيفيتي اوف فصائل الكومباوند، بلاقي عندي احسن واحد اللي هم الاس كلورايد فيري رياكتيف، تمام، عن الانهيدرايد. والانهيدرايد فيري رياكتيف عن الاستر، والاستر فيري رياكتيف عن الامايد. يعني الترتيب ده قلنا تاني على حسب الليفنج جروب ابيليتي وعلى حسب البيزيست بتاعت الانايد. البيزيست زي ما احنا شايفين ماشيه البيزيست من الشمال لليمين، اليمين الامين بتاعي فيري بيزك، تمام، لكن الكلورايد ليس بيزك، فيري فيري ليس بيزك. ماشي. وبالتالي الترتيب بتاعي على حسب البيزيست وزي ما احنا شايفين الليفنج جروب ابيليتي. طيب هنا احنا بنقول ده الملخص بتاعي اهو، ابص الاقي الموست رياكتيف الاسكولايد، تمام، موست رياكتيف. الليست رياكتيف هو عباره عن الامايد، الامايد ليست رياكتيف، تمام. عكس الرياكتيفيتي طبعا اللي هي ستابيليتي، الاسكولايد ليست ستابلايزد، في حين ان الامايد موست ستابلايزد. يعني يا شباب انا دلوقتي انا لو عايز احضر دراج وعايز يقعد جوه الجسم فتره طويله ما يحصلوش تحلل بسهوله ولا كسر بسهوله، اعمله في انهي شكل؟ اعمله بشكل اسكولورايد ولا الامايد؟ طبعا الرد بتاعي نعمله عليه الامايد. ليه؟ الامايد لونج اكتنج، فين وفين لما الامايد يكسر؟ عشان الامايد بيكون ايه؟ بيكون موست ستيبل. طبعا الكلام ده بيستخدموه بيخلي المعلومات دي في ذهننا واحنا بنحاول نحضر اشكال مختلفه من الفارماسيوتيكال كوباوند او من الدراج، تمام. ولما تكبروا شويه ان شاء الله هتشوف امثله من الكلام ده. طيب دلوقتي انا عندي ايه؟ هتكلم على عشان انا عندي اختلاف في الرياكتيفيتي، فانا ممكن احول من اسكورايد من مشتق الى مشتق تاني. بس هعمل ايه بقى؟ اني اخلي عندي الليس رياكتيف ديريفاتيف اللي هو طبعا يكون مور ستيبل، اللي هو زي مثلا الامايد، ده انا ممكن احضره من مين؟ كان بي بريبيرد فروم ذا مور رياكتيف، اللي هم مين؟ الليس ستيبل، مور رياكتيف اند ليس ستيبل، اللي هم اسكورايد ديريفاتيف فيا نوكليوفيليك سبستيوشن رياكشن. ما ينفعش العكس، ما ينفعش العكس، تمام. ماشي. ريمبر ان احنا قلنا الاسكورايد مور رياكتيف عن الانهيدرايد، مور رياكتيف عن الاسكربوكسيليك اسيد والاستر ذا سيم اكتيفيتي ريلاتيفلي سيم اكتيفيتي، مور رياكتيف عن الامايد، تمام. فبحول عندي الموست ستيبل، الموست ستيبل احضره من الموست رياكتيف. الموست ستيبل اهو، الموست ستيبل اللي هو الامايد احضره من الموست رياكتيف مثلا زي الاسكولورايد، تمام. مثلا شكل زي ده اهو، انا احول الكربوكسيليك اسيد الى في مع السيانيل كلورايد الى اسكولورايد. اسكولورايد غير رياكتيف، كان بي كونفرتد تو انهيدرايد، عشان هو الانهيدرايد اقل في الرياكتيفيتي منه. احول اسكولورايد الى استر، عشان الاستر اقل في الرياكتيفيتي مور ستيبل. طيب احول الاسكولورايد الى امايد، طبعا ليس رياكتيف مور ستيبل. ممكن كمان احول اسكولايد الى كربوكسيليت، تمام. طيب الكربوكسيليت لو عملت له اسيديفيكيشن هيتحول لكربوكسيليك اسيد، تمام. لو انا اخدت عندي الانهيدرايد، الانهيدرايد طبعا هو اقل في الرياكتيفيتي من الاسكولايد، بس الانهيدرايد مور رياكتيف عن مين؟ عن الاستر، فحول الانهيدرايد الى الاستر. ممكن احول الانهيدرايد الى امايد. طب هو ينفع العكس؟ لا ما ينفعش. هنحول اللي فوق لتحت، لكن تحت اللي فوق ما ينفعش. طيب الاستر هحول لمين؟ هحول الاستر الى امايد، تمام، او الى كربوكسيليت، ماشي، لكن ما ينفعش عندي العكس. يبقى بص عندي في مشتقات الكربوكسيليك اسيد، هو اولا انا بحضرهم كلهم من البيرنت بتاعهم اللي هم مين؟ اللي هو الكربوكسيليك اسيد، تمام.
ولما اجي اعمل لهم هيدروليسيس كلهم هيرجعوا يتحولوا الى كربوكسيلك اسيد. يبقى انا بحضرهم من البيرنت بتاعهم اللي هو كربوكسيلك اسيد، ولما اعمل لهم هيدروليسيس يرجعوا للبيرنت بتاعهم اللي هو كربوكسيلك اسيد. مش بس كده، ده انا كل مشتق ممكن احوله الى الثاني عن طريق الاسايل سبستيوشن. دلوقتي همسك اول مشتق منهم الاسكورايد واشوف احوله ازاي للباقيين. انا عندي الاسكورايد زي ما قلت حضرناه من تفاعل الكربوكسيلك اسيد مع الساينال كلورايد ده اسكورايد. ايه الرياكشن بتاعت الاسكورايد؟ الاسكورايد لو ضفت عليه ميه هيدروليسيس يتحول لكربوكسيلك اسيد، لو ضفت عليه الكحول هيتحول الى استر، لو ضفت عليه امين او امونيا هيتحول الى امايد، ضفت عليه كربوكسيلك اسيد ثاني هيتحول الى انهيدرايد. تلاحظ حاجه في كل التفاعلات دي، تلاحظ حاجه، انا ضفت نيوكليفايل والنيوكليفايل اللي ضفته ده عباره عن ويك نيوكليفايل عليه انشورد بير ميه، ويك نيوكليفايل الكحول، ويك نيوكليفايل الامين كربوكسيلك اسيد. طيب تلاحظ حاجه كمان، ان كل النيوكليفايل دول انا ضفتهم عشان هو تفاعل اسمه نيوكليفيلك اسايل سبستيوشن، كل النيوكليفايل اللي ضفتهم دول عليهم اتش، ميه عليها اتش، الكحول الامين كربوكسيلك اسيد. فبسرعه جدا الاتش الموجبه فيهم كله تخرج مع السي ال السالبه تمام على هيئه اتش سي ال، وادخل عند المجموعه الثانيه. يعني في الميه اللي هنا كويس ضفت عندي الاو اتش اتحول الى كربوكسيلك اسيد، ضفت عندك الاو ار اتحول الى استر، ضفت عندك الان اتش ار اتحول الى امايد، ضفت عندك الكربوكسيل اتحول الى انهيدرايد. طيب بما ان بيطلع عندي اسيد اتش سي ال يبقى انا هحضر مع الميه هيتحول الى كربوكسيلك اسيد، حط الالكول يتحول الى استر، ضفت الامين يتحول الى امايد، ضفت كربوكسيلك اسيد يتحول الى انهيدرايد. طيب الاتش سي ال اللي طالع عندي لازم في حاجه تاخد الاتش سي ال عشان التفاعل يمشي، اضيف ايه؟ بيز. يبقى اضيف عندي بيز اد تو نيوترلايز الاسيد بروديوس اللي هو الاتش سي ال اللي عندي عشان التفاعل يبقى كومبليت رياكشن. طيب تفتكروا بقى ايه تاني؟ احنا كنا استخدمنا ايه الاسكورايد في ايه تاني؟ كنا استخدمنا الاسكورايد حضرنا منه الالدهيد والكيتون لو تفتكروا في المحاضرات بتاعتنا. انا لو اخدت الاسكورايد فعلته مع الليثيوم داي الكايل كابريت راح مدينا كيتو. طيب لو فعلت الاسكورايد مع الليثيوم في اخر واحد فيهم هنا ليثيوم تراي تيرت بيوتوكسي الومنيوم هيدرايد هيتحول الى الالدهيد. لو اخدت الاسكورايد وضفته مع سترونج ريديوسنج ايجنت زي ليثيوم الومنيوم هيدرايد سترونج ريديوسنج هيحوله لي الى برايمري الكول. طبعا هو في الاول هيتحوله الى كربوكسيلك اسيد تمام، وبعد كده هيتحول الى برايمري الكول. دي تفاعلات الاسيد كلورايد. اللي بعد كده هو عباره عن تطبيقات، امثله عندك هيقراها لو سمحت ماشي. تطبيقات عندك الجزء اللي فوق دي تطبيقات عندي من الرياكشن اتكلمت عليها. طيب انا عندي تطبيقات ثانيه الفريدل كرافتس اسايليشن. انا لو اخدت الاسكورايد اللي عندي بنزول كلورايد فعلته مع اروماتيك مع بنزين رينج في وجود لويس اسيد هيدينا بنزوفين، يبقى ده التفاعلات اللي هي اللي من تحت يا جماعه اللي هي الفريدل كرافتس اسايليشن تمام. اخدت بنزول كلورايد مع بنزين في وجود الاسكورايد يتحول الى بنزوفين عشان بيقول لك حضر البنزوفين، اديك اخدت تحضير البنزوفين ماشي. اخدت الاسيتايل كلورايد فعلته مع التولوين هديك الباراميثايل، طبعا مجموعه الميثايل جروب اورسو بارا دايركت هديك باراميثايل اسيتوفينو. طيب وممكن اديك اورسو بس كميه صغيره اورسو ميثايل اسيتوفينو. طيب لو اخدت الاسكورايد وفعلته مع ماتروبنزين في وجود اللويس اسيد نو رياكشن. ليه يا شباب؟ الكلام ده واخدينه في الترم الاولاني تمام، عشان الحلقه بتاعت الماتروبنزين الكترون ديفيشنت كويس هايلي الكترون ديفيشنت، وبالتالي ما ينفعش افعل عندي مع الفريد كلافس اسايليشن تمام. طيب النوع الثاني من التفاعلات اللي هو على الانهيدرايد. احنا قلنا الانهيدرايد ان اجيب اسيد واشيل منه ميه عمليه صعبه جدا، لكن انا اسهل صراحه اني اشتري الانهيدرايد جاهز بدل ما احضره عندي في المعمل كويس. عشان كده بقول لك هنا باي ذا وينز يو وونت، استخدم اشتري الانهيدرايد اللي انت عايزه. تفاعلات الانهيدرايد، انا طبعا حضرت الانهيدرايد برضي ان افعل صوديوم سولت مع الاسكلورايد هيتحول الى انهيدرايد ويطلع عندك صوديوم كلورايد، او اخد عندي الفيسالك اسيد اهو اسخنه واشيل منه ميه يتحول الى فيسالك انهيدرايد تمام. تفاعلات الانهيدرايد الانهيدرايد احوله الى البرودكت اللي تحتيه اللي هم مين؟ اللي هم عباره عن الاستر والامايد تمام. دي رقم 2 ورقم 3 او رقم 1 عندي هنا. لو فعلت عندك الانهيدرايد مع ميه هو انهيدرايد ضيف عليه ميه يبقى حصل له هيدريشن هيتحول الى 2 كربوكسيلك اسيد تمام. او هفتح الرنج اللي عندي هنا لو حطيت عليه ميه زي تبع زي ده اللي تبع الفيسالك انهيدرايد ضيف عليه ميه هيرجع تفاعل عكسي ويتحول الى فيثاليك اسيد. طيب انا لو حطيت الانهيدرايد وضفت عليه الكحول هيتحول الى استر ويخرج عندك كربوكسيلك اسيد.
اخدت الانهيدرايد وضفت عليه امين هيتحول الى امايد، يخرج عندك كاربوكسيليك اسيد. برضه بما ان عندي بيخرج عندي اسيد كاسيد برودكت، تمام، الاتشات اللي عندي هنا مع مجموعه كاربوكسيليت على الكاربوكسيليك اسيد، بما ان دايما بيخرج عندي اسيد فانا محتاج ان اضيف بيز عشان اعمل نيوتراليزيشن للاسيد اللي يخرج عندي. فضل الكلام ده في سالك انهيدرايد ضفت عليه ميه هايدريشن يتحول الى سالك اسيد. الاسيتك انهيدرايد مع الامونيا ادانا اسيد امايد، تمام، طبعا معاها امونيو اسيت. استخدمت 2 مولكيول من الامين عشان واحد فيهم يفعل الاسيد اللي خارج عندي والتاني يتحول الى امايد. فاهم؟ لو خدت عندك الالكوهول مع الاسيتك انهيدرايد، تمام، هيتحول الى سايل اسيت ويخرج عندك اسيتك اسيد. تمام، ماشي. طبعا المفروض نضيف عندي بيز عشان ياخد الاسيتك اسيد. طيب احضر ايه تاني؟ احضر الاسبرين. احضر الاسبرين ازاي؟ اخد الساليسيليك اسيد واضيف عليه اسيتك انهيدرايد. قلنا الاسبرين عباره عن ايه؟ اسيتايل ساليسيليك اسيد. فانا عندي الـ OH اللي هي الفينوليك هفعلها مع الاسيتيك انهيدرايد هيعمل لها اسيتايليشن تصبح O وعليها مجموعه الاسيتايل COCH3 اسيتايل اسيتايل، كويس، و O ومجموعه الكربوكسيل جروب بتاعت الاسيتيك الاسبرين قاعده زي ما هي. تمام، حضر ايه كمان؟ ممكن عندي اروح اخد عندي تفاعلات اللي هي الاسيليشن في الكلاس اسيليشن. زي ما استخدمت اسكولورايد ممكن استخدم الانهيدرايد. لو استخدمت الاسيتيك انهيدرايد مع التولوين برضه هيحصل اسيليشن ويديك اورسو او بارا، ودخل مجموعه الاسيتيل جروب اورسو او بارا للميثايل جروب ويتحول الى بارا ميثايل استوفينون، وطبعا معاه شويه اورسو ميثايل استوفينون، وطبعا ده تفاعل في الكلاس اسيليشن في وجود الثيوس اسيد. طيب اللي بعد كده المشتق كده هو عباره عن الاستر. احنا قلنا عشان نحضر الاستر بالطريقه الدايركت اللي هي فيشر استريفيكيشن، الاسيد والكول في وجود السلفوريك اسيد يتحول الى استر يخرج عندك ميه. الميه لازم اشيلها دي هايدريتنج ايجنت عشان امنع ريفرسبل رياكشن. طيب انا ممكن استخدم التفاعل ده ما يكونش ريفرسبل، اني اخد الاسكورايد ومعاه الالكوهول، ده التفاعل ده نوت ريفرسبل يتحول الى استر يخرج عندك ال HCl. طيب ممكن احضر الاستر كمان من ايه؟ من الانهيدرايد. احنا قلنا قبل كده حضره من الانهيدرايد افعل معاه الكوهول واضيف شويه اسيد صغيرين، تمام، يتحول الى كربوكسيل، يتحول الى استر زائد كربوكسيليك اسيد. طيب ممكن احضر استر من ايه؟ لو انتوا فاكرين تفاعل اللي هو اسمه الباير فيليجر اوكسيديشن احنا خدناه في الكيتون. احنا خدنا في الكيتون زي تفاعل الاستوفينون. انا حولت اخدت الكيتون وعملت انسيرش للاكسجين بين الحلقه وبين الكربونيل جروب. هي نفس الكلام. انا ده عباره عن البير اوكسي اسيد. تراي فلورو بير اوكسي اسيتك اسيد. تراي فلورو مش هو اسيتك اسيد، لا تراي فلورو بير اوكسي اسيد. تمام؟ سي اف 3 وكربون عليها سي او او واو كمان او اتش. تمام، افعل عندك من مع الكيتون واعمل ارسينشن الاكسجين بين الحلقه وبين الكربونيل جروب وتحول عندك الى اسيتيت استر سايكل بروفايل اسيتيت استر. تمام، يبقى انا قدرت حضرت الاستر بطريقه الاندايركت والطريقه اللي هي الدايركت اللي هي الفيشر، الطريقه الاندايركت من الاسكورايد او الانهيدرايد او من الباير فيليجر اوكسيديشن. تفاعلات الاستر، الاستر زي ما احنا شفنا دلوقتي هو في الرياكتيفيتي مين بعديه؟ بعديه الامايد. فانا اشوف عندي طبعا الاستر او التفاعل اللي عملت له مع الميه هيرجع زي ما كان اسيد والكهول. طيب افعل مع الامونيا يدينا امايد ويخرج عندك الكهول، ماشي. لو الاستر عملت له ريدكشن مع الليثيوم الومنيوم هيدرايد، هو في البدايه الاستر عباره عن الكهول واسيد، فالالكهول بتاعي هيخرج اللي هو الاو ار، والكربوكسيليك اسيد هيحصل له ريدكشن ويتحول الى برايمر الكهول. عشان كده هو المفروض ان هو هيدينا 2 الكول، ماشي. طيب سابونيفيكيشن ده التفاعل مهم جدا، برضه حطوه في الكيمياء بتاع ثانويه عامه، حطوه في الكيمياء بتاع ثانويه عامه اللي هو عباره عن ايه؟ ايه الميكانيزم بتاع الصابون؟ ان انا هاخد عندي الاستر وافعل مع صوديوم هيدروكسيد وفي وجود الميه يدينا صوديوم كربوكسيليت. صوديوم كربوكسيليت هو ده عباره عن الايه؟ الصوب، هو طبعا الصابون اللي احنا بنحضر منه الصابون. بحضر الصابون من ايه؟ بحضره من الاستر مع صوديوم هيدروكسيد يدينا صوديوم كربوكسيليت. طبعا ليه؟ ان صوديوم كربوكسيليت ليه خواص التنظيف، عشان كده بيستخدموه ايه في عمليه التنظيف، وبالتالي هو صابون عمليه الصابون. طيب امثله من الكلام احنا قلناه ده، لو خدت عندك الايسايل بنزويت مع الميه يتحول الى بنزويك اسيد زائد ايثايل الكول، لو خدت الايسايل اسيتيت يتحول الى في وجود الامونيا يتحول الى اسيتامايد ويطلع عندك الايثانول، لو خدت الاستر اهو مع ليثيوم الومنيوم هيدرايد يتحول الى الالكول الار داش اللي موجود عندي اهو، الكول ار او داش، وبعد كده الكربوكسيليك اسيد يتحول الى برايمر الكول اهو. تمام، ماشي. طيب
تفاعلات الاستر كمان تفاعل اللي هو عباره عن كليز كوندنسيشن. ايه بقى الكليز كوندنسيشن؟ ده عباره عن تفاعل اني اخد 2 مولكيول من استر في الفا هيدروجين اللي هي مجموعه سي اتش 3 اهو، استر في 2 مولكيول استر في الفا هيدروجين، تمام، افعله مع الصوديوم ايثوكسايد ده رقم واحد، رقم اثنين افعله مع اسيد وميه هيتحول ادانا ايه سميناها الايثايل اسيتو اسيديت، ايثايل اللي هي من بره خالص، ايثايل اسيتو اللي هي مجموعه سي اتش 3 كربونايل جروب، والاسيتيت ايثايل اسيتو اسيتيت اللي احنا سميناه الاسيتو اسيتيك استر، تمام، ويخرج عندك الايثانول، تمام. التفاعل اسمه كليزن كوندنسيشن. خلي بالك احنا قلنا المره اللي فاتت في عندك كليزن رياكشن، كليزن رياكشن، تمام، هنا المره دي قلنا ايه كليزن كوندنسيشن واخدت كليزن شميدت رياكشن. خلي بالك اسم كليزن ده ورد عندنا في كذا تفاعل، تمام، يبقى ده عباره عن الكليزن كوندنسيشن. طيب اخر كلاس عندي اللي هو عباره عن الامايد. الامايد احضره ازاي؟ قلنا احضر الامايد بطريقه اندايركت من مشتقات الاسيد، اهم ادي مشتقات الاسيد، اخد عندي اسكولورايد احوله اسيد كربوكسيليك اسيد احوله اسكولورايد افعله مع الامونيا بقى امايد، تمام. طيب مع الساينال كلورايد، ممكن مع الفوسفوراس ترايكلورايد، مع الفوسفوراس بنتاكلورايد، المهم اتحول عندي الى اسكولورايد وحاولت اتعاملت مع الامونيا اداك امايد. طيب بس اسكولورايد لا، ينفع عندي كمان من الانهيدرايد، اهو اخد عندي الانهيدرايد افعل مع الامونيا راح مدينا الاسيتامايد، تمام، ويطلع عندك الامونيا واسيتيت. انا باخد 2 مولكيول من الامونيا يطلع عندي امونيا واسيتيت. طب ايه كمان؟ مع الاستر، ما هو ده المشتق الثالث، يبقى فعله عندي مع الاستر ناخد عندي الايثايل اسيتيت مع الامونيا هدينا الاسيتامايد ويطلع عندك الايثايل الكول. يبقى هما الطريقه الاندايركت اللي اخدوا من مشتقات الاسيد اللي هي اعلى في الرياكتيفيتي من الامايد. مين اعلى في الرياكتيفيتي من الامايد؟ من البدايه الاسكولورايد احسن واحد لان هو هايلي رياكتيف، بعدين الانهيدرايد رقم اثنين، ثم رقم ثلاثة الاستر، كويس؟ هم الثلاثة دول بيكونوا مور رياكتيف عن الامايد، بيتحولوا بسهولة جدا إلى برودكت فيري ستيبل اللي هو مين؟ اللي هو عبارة عن الامايد، تمام؟ يبقى احنا حضرنا الامايد بالطريقة كلها الايه؟ تمام. ايه بقى تفاعلات الامايد؟ الامايد أول تفاعل عندنا عمل هيدروليسيس، لما عمل هيدروليسيس يرجع زي ما كان للبيرنت بتاع اللي هو مين؟ اللي هو كربوكسيليك أسيد. زي ما قلت من شوية كل مشتقات الكربوكسيليك أسيد لما عمل لها هيدروليسيس تتحول الى البيرنت بتاعهم اللي هو كربوكسيليك اسيد. طيب هعمل ايه تفاعلات ثانيه على الامايد؟ هعمل تفاعلات عند مثال عندك اهو البيوتان امايد يتحول الى بيوتانويك اسيد. طيب هعمل تفاعلات ايه ثاني؟ هعمل احول اعمل ريدكشن. اعمل ريدكشن للكربونيل جروب اللي موجوده في الامايد. تمام؟ اول حاجه لما اعمل ريدكشن ممكن احولها من سي او الى سي اتش 2. نفس عدد الكربون قاعده زي ما هي، يبقى استخدم عندي ليثيوم المونيوم هيدرايد. تمام؟ هيحوله من الامايد الى امين، الى برايمري امين. تمام؟ طيب ممكن اعمل تفاعل ثاني اهو مثال عندك اهو. التفاعل ده اسمه ايه بقى التفاعل ده؟ ان استخدم برومين مع اكسيد هيدروكسيد اسمه ايه؟ وخلي بالك اسمه هوفمان ري ارينجمنت. هوفمان ري ارينجمنت. تلاحظ حاجه، انا في عندي الكربونيل جروب اختفت. ناقص عدد الكربون، التفاعل ده اسمه هوفمان ري ارينجمنت او هوفمان ديجراديشن. ليه اسمه ديجراديشن؟ عشان انا نقصت الكربون اتشيل بمقدار الكربونيل جروب دي. خرجت الكربونيل جروب دي مع الريجنت اللي عندي عليها سي او 2 وتحول الى سي اتش 3 ان اتش 2. طبعا ري ارينجمنت ليه؟ لان انا السي اتش 3 شبكت في الامين جروب، اعاد الترتيب. طبعا التفاعل ده ليه ميكانيزم، بس طبعا عشان الوقت ضيق الوقت مش هنقدر نقول الميكانيزم بتاعته، بس عشان تعرف كلمه يعني ايه ري ارينجمنت. انا شلت الكربونيل جروب واصبحت سي اتش 3 متصله بين اتش 2. طب السي او دي حصل لها ايه؟ خرجت على هيئه سي او 2، وبالتالي التفاعل اسمه هوفمان ري ارينجمنت او اسمه كمان هوفمان ديجراديشن، عشان انا عندي بقلل الكربون تشين. تمام؟